ان شاء الله النهارده هكلمكم عن سوء استخدام المضادات الحيويه. اولا، المضادات الحيويه من اكثر الادويه شهره، وده بسبب انتشار انها بتعالج كل الامراض تقريبا، ولكن المضادات الحيويه مش هي الحل دايما. زي ما كلنا عارفين ان كل حاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، وعشان كده المضادات الحيويه زي ما ليها فوائد فالافراط في استعمالها ليها مخاطر كبيره جدا. وعشان كده في 5 حقائق لازم نكون عارفينهم عن المضادات الحيوية. أولا، إن هي أدوية بتعالج العدوى البكتيرية، ده معناه إن مش هيكون ليها أي دور في حالات البرد وعدوى الجهاز التنفسي اللي بيكون سببها الفيروسات، وإن سوء استخدامها قد يؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. وعشان نفهم مدى خطورة ده، فالعلماء بيقولوا إن في سنة 2050 عدد الناس اللي بتموت بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أكبر بكثير من عدد الناس اللي بتموت دلوقتي بمرض السرطان. وفي اعتقادات خاطئة موجودة عند كتير قوي من الشعب المصري أو من الناس. 50% من الناس فاكرين إن المضادات الحيوية نقدر نستخدمها لعلاج العدوى الفيروسية، وده مش صحيح. و43% من الناس بيوقفوا عن استخدامهم المضادات الحيوية لما يحسوا بتحسن، وده برضو مش صحيح. وعشان كده، عشان ظهور كثرة استعمال المضادات الحيوية وهتؤدي لظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، لازم المضادات الحيوية نصرفها بس بوصفة طبية، عشان ممكن تتعارض كمان مع أدوية أخرى. ممكن الناس يكون بعض الناس يكون عندها حساسية من المضادات الحيوية وتعتبر غير مناسبة للحوامل والمرضعات، إنها مش دايما الحل في علاج جميع الأمراض زي البرد والزكام. وأخيرا، إن مقاومة المضادات الحيوية لو ظهرت هتكون من أكبر الأخطار اللي بتهدد الصحة العالمية. طب ايه خطورة ان انا اخد مضاد حيوي من غير ما ارجع للطبيب او للصيدلي؟ ان هيظهر بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وده هيؤدي لارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وان العلاجات اللي موجودة دلوقتي مش هيكون ليها اي تأثير، ففترة الاقامة في المستشفيات هتطول وممكن عدد الوفيات كمان يزيد. طبعا كلنا في غنى عن ده. عشان كده في 5 قواعد عشان ما نسيش استخدام المضادات الحيوية. أولا، إن أنا لازم أتبع نصايح الطبيب، فما استعملش المضاد الحيوي غير بوصفة طبية، وإن أنا ما توقفش عن تناول الدواء قبل انتهاء فترة العلاج حتى لو حسيت بتحسن، وإن أنا ما شاركش مع أشخاص آخرين استخدام المضاد الحيوية الموصوفة لي من قبل الطبيب عشان أعالج نفس الأعراض اللي عندهم، وان انا برضو ما استخدمش نفس المضاد الحيوي لو ظهرت عليا نفس الاعراض من غير ما ارجع للطبيب، وان انا ما افوتش الجرعات ولا اهملها، عشان المضادات الحيويه فعاليتها بتكون الاحسن لما اتبع الطريقه الموصوفه عن طريق الدكتور. طيب، كنا بنتكلم عن الكونسبت او المفهومات الخاطئه اللي موجوده عند بعض الناس، فلازم نتكلم عن بعض الامور اللي مش بيعالجها المضاد الحيوي. حالات الرشح، حالات السعال، التهابات الشعب الهوائية والإنفلونزا، والتهاب الحلق إلا لو كان بسبب البكتيريا. شوية نصايح كده عن المضادات الحيوية. أول حاجة، لازم إن احنا نكمل فترة العلاج حتى لو حسينا بتحسن. تاني حاجة، إن احنا ناخد الجرعات في المواعيد اللي بيحددها الدكتور، ولو نسينا إن احنا نتناول أي جرعة في وقتها أول ما نفتكر ناخدها في أقرب وقت، ولو كان نسينا الجرعة ولقينا إن الوقت بتاع الجرعة التانية قرب فمش هناخد الجرعة اللي فاتت، وناخد الجرعة اللي جاية بس وما نضعفش الجرعة، وما نتناولش أي مضاد حيوي موصوف لحد تاني لأنه ممكن ما يكونش مناسب للمرض اللي عندنا. طب في بعض الأعراض اللي لو ظهرت عليا لازم أرجع للطبيب؟ حالات الإسهال الشديد، تقلصات البطن، ضيق التنفس والتقيؤ، تورم الشفتين أو اللسان، الطفح الجلدي، وجود طبقة بيضاء على اللسان. أول ما تظهر أي من الأعراض دي
لازم ارجع للصيدلي او الطبيب في اقرب وقت. وزي ما قلنا، مستقبل مقاومة المضادات الحيوية مسؤوليتنا جميعا، وعشان كده لازم نعقم ايدينا في المرافق الصحية وغيرها عشان نمنع انتشار العدوى وبالتالي نمنع انتشار البكتيريا، ولازم ننظف الفم جيدا عشان نمنع برضو العدوى من الانتشار وبالتالي نحد من مقاومة المضادات الحيوية. وأخيرا حاجة بتحصل في دولة قريبة جدا مننا، وهو دولة السعودية يمنع فيها بيع المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، وفي حال تم ذلك العقوبة بتوصل للسجن لمدة 6 شهور، إلغاء الترخيص، وغرامة مالية بتوصل ل100,000 ريال. نتمنى إن حاجة زي كده تتنقل من الدولة الأقرب لينا السعودية لينا هنا في مصر. شكرا لكم.